نوابنا الآن الأفاضل إنهم ما يكونون نواب خدمات. أنا أقول لك في واسطة، يمكن أنا بصنف الواسطة في واسطة إيجابية واسطة سلبية، إني أنا مظلومة، واقع علي ظلم وأنت نائب، أيك أقول لك اسعى لإنك ترفع الظلم عني. ليش ما أروح لجنة الشكاوي؟ ليش أروح حق نائب؟ الناس مو كلها شوف، أنا أقول لك تدري في ناس كثير مظلومين، وأنا والله لو تسوون أنتوا بتدوها كقناة إعلامية، سووا استفتاء لي وزارات ومؤسسات الهيئة عن الفساد، تكلموا بس عن الفساد، بس عن هالجزئية. أتمنى عليك، إحنا على الهواء أطالبكم أنتم كقناة تسوونها وتعرضون النتائج. والله العظيم أخوي طارق، ترى في ناس مساكين مساكين ما عندهم الجرأة حتى على الكلام، بس يسكتون ظلمة وساكتين. ما ينتمي لحزب أو قبيلة أو طائفة، وما عنده ظهر وما عنده واسطة، ومو قادر يوصل حق النواب، لأن النواب للأسف ترى هذه يعني عملية خلاص، ترى شبعنا منها. وأنا ترى ما ألوم الناس اللي استاءت وسافرت، والناس اللي ما حتى طلعت من بيوتها، لأن للأسف النائب يعطيك الشمس بإيد والقمر بإيد، وعنده بدال التليفون 20 تليفون وقت الانتخابات كله يرد عليك، تعال بس خلي يوصل. والله العظيم تليفوناتها كلها تتغير وما يرد عليك. ما يقول الإرسال يمكن شنو هذا يعني؟ وضع سيء قاعدين نعيشه للأسف. نعم. للأسف هذا في النقطة هذه أستاذ. نعم. يعني احنا ننتقد الحكومة بسبب يعني محاصصتها في التشكيل الوزاري، لكن في الحقيقة النواب يستقلون ذلك. صح. من أجل تطبيق هذه المحاصصة في كل وزارات الدولة وهيئاتها. يعني تصور يدخلون حتى في التشكيل العسكري، سواء في الشرطة أو في الجيش يا أخي. وليش تسمع الحكومة حتى في تعيين يا أخي، حتى في تعيين مدراء المدارس، حتى في تعيين المسؤولين في المناطق التعليمية، أصبحت محاصصة. النائب يسعى إلى تعيين ناخبين، تعيين أقرباء، سواء مدراء مدارس أو مساعدين مدراء أو في المناطق التعليمية. وشوف التعليم شنو أسباب النائب يرد الجميل للناخب على حساب الحكومة وعلى حساب المواطن الكويتي؟ يسائل، يجب ان يسائل، يعني هذه امانه. بس ليش الحكومه تحابي النائب؟ ليش ما تحابي الشعب؟ بعد الحكومه تتدخل في تعيين وكيل مدرسه وناظم مدرسه؟ ليش تسمع مني لما اجي انا نائب؟ الحكومه تتدخل في انت كوزير ارشاد خارق واقول لك الجيوش مين هذا الشخص؟ يعني انت شايف يعني حتى التشكيل قاده الميدان في المرور، في مساعدين المرور، في رئيس مكتب الإجازات، في مرور مثلا حولي ولا مرور العاصمة ولا مرور الجارة، يدخلون في تعيين ملازم أول ونقيب ومش عارف إيش. يعني تصور توصل للدرجة إلى هذا المستوى. ليش هو السؤال سطر، ليش الحكومة لو إن الوزير رفض مثل هذه التداخلات أقاموا عليه الدنيا وقعدوها في مجلس الأمة؟ شو اللي يخوف أستاذ الإجلال الوزير؟ أنا أقول لك الوزير، ليش أقول لك الوزير لازم يكون قوي، عنده القدرة على المواجهة ومقارعة الحجة بالحجة. أنا عندي هذا مهم جدا، أهم من شهادته. أنا عندي لا يكون عنده شهادة كبيرة جامعية، والله العظيم إيش فايدة أنا دكتور مثلا ولا عندي شهادة وما عندي القدرة على أني أواجه وأقول لا ترى هذا غلط، لا لازم يطبق القانون. مشكلتنا إحنا مو قاعد يطبق القانون. سؤال أنا أطرحه عليكم الآن، نسمع بالفساد وشوفوا تقارير ديوان المحاسبة، هذا مو كلام نجلاء النقي، تقارير ديوان المحاسبة إيش كثر تتكلم عن الفساد، وشوفوا نسبة الفساد، بدليل أن صاحب السمو الله يحفظه ويطول بعمره إيش قال؟ قال إن الفساد عن البلدية لما تكلم ما تشيل البعارين. صح ولا لا؟ هذا صاحب السمو الله يحفظه ويطول بعمره، أبونا وقائدنا والدنا. إنزين الآن ما سمعنا في فساد وفي مفسدين، وين معاقبة المفسد؟ أنا عمري ما سمعت، لا قريت بجريدة ولا سمعت لا بقناتكم ولا قناة ثانية المفسد الفلاني تم معاقبته وتم سجنه وتم مثلا كذا كذا. ما في. في أوروبا عفوا أستاذ طارق، وسمعنا يمكن نسيت ببريطانيا ولا وين، طاف الإشارة ولد الرئيس ما أدري أو الرئيس نفسه أو ما أدري منه، طاف إشارة غرموه إشارة، طايف إشارة. احنا نحبتك عيني ما ضامك الدهر. على طاري قضيه الفساد، ما الفساد
أنا إذا هذه منقولة صاحب السمو ما تشيل البعارين، لا والله اليوم ما تشيلها حتى ناقلات النفط، حتى ناقلات النفط للأسف، حتى الفساد والمحسوبية ما تشيلها حتى ناقلات النفط، صح اللي تشيل أكثر من البعارين. والطبقة الوسطى مهضومة، الطبقة الوسطى مهضومة لأن ما عندها ظهر بالفعل. صحيح. وصلنا للفساد الإداري أو السياسي. نعم. متى يتم هذا العلاج في اختيار رجال دولة، تطبيق قانون، وزراء رجال دولة تطبيق لا يهاب قانون، لا يهاب أعضاء مجلس الأمة؟ أنا سؤالي لماذا هرب نواب 2009 من قانون الفساد ومن قانون الذمم المالية ومن قانون الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية ومن قوانين كثيرة، هربوا من ساحة الميدان، هربوا من قاعة عبد الله السالم عشان اليوم. أنا بقول لك شيء اليوم وبتشوفون قدام شوية، اليوم كلهم راح يناشدون أو يطالبون بقانون محاكمة رئيس الوزراء السابق، ويطالبون بقانون تطبيق قضية القبيضة وما القبيضة، وراح ينسون قوانين هامة من أهمها قانون الفساد وقانون الذمة المالية. صح صح. وقولوا ما قال طارق. يعني نطالب إحنا من أعضاء مجلس الأمة أن من أين لك هذا الذمة المالية؟ أطالب الـ18 نائب الجديد تأمل عليهم؟ أتأمل عليهم أن يوقفوا مثل هذا الفساد السياسي. وليش ما تعود على الباقين؟ لأن الباقين هم هربوا من الساحة، فقدنا الأمل فيهم، هربوا من ساحة الميدان، هربوا من تطبيق قانون الذمة المالية في 2009، هربوا من قانون الفساد، هربوا من قانون الوحدة الوطنية. هل اليوم احنا نأول عليهم ان يرجعون للقوانين مع اشار هيئة الفساد؟ راح يبحثون في قوانين ثانية، وقول ما قلت راح يبحثون في قانون محاكمة رئيس الوزراء القادم السابق، وهذا ما هم راح يفكرون فيه الآن واللي راح يطرحونه على الساحة علشان يأججون الساحة ويتهربون من قوانين هامة يجب أن يطبقونها. وراح نرجع للمربع الأول كأنك يا عبيد ما غزيت. نعم. أستاذ نجلاء، مع إشهار هيئة الفساد، طبعاً مكافحة الفساد، طبعاً أنا بداية حديثي شنو قلت لك؟ قلت لك للأسف أنا كنت أحاول يعني أحضر مقار انتخابية مو بس حق مرشحين في دائرتي، كانوا أكثر ما يدندنون عليه شنو؟ قانون كشف الذمة المالية، مكافحة الفساد، الوحدة الوطنية، استقلال القضاء وغيرها. فأنا بداية حديثي قلت لك وأنا مع في الإسراع في سن مثل هذه القوانين. إنزين بقول لك شغلة أخوي، تدري إلى الآن إحنا تدري القوانين الكويتية أي سنة تم وضعها؟ في أواخر الخمسينات بداية الستينات. إلى الآن يا أخوي طارق إدريس، إلى الآن قوانيننا تتكلم بالربوية. إلى الآن وينكم كل هالسنين؟ ما قدرتوا تطورون من القوانين؟ إنزين إحنا الدستور قاعدين الحين نطالب بتعديله، لأن الدستور نفسه هو ينص إنه خلال 5 سنوات من بدء العمل فيه إنه متى ما شئنا إنه نعدل فيه. طبعا في إجراءات معينة، موافقة صاحب السمو وثلثي أعضاء مجلس الأمة. إيه الآن القوانين نفسها المعطيات تغيرت، ظروف الحياة تغيرت، الأسباب اللي ذكرناها إحنا من تأملها من مجلس الوزراء ومجلس الأمة، أم من تأمل مواكبة العصر، الدول المجاورة، الدول العربية والدول الأجنبية، ننتهى ننتشل بلدنا. نعم. الوضع اللي وصلنا له الآن، عملية التنمية التي نسمع بها ولم نراها على أرض الواقع. احنا في الحقيقة عندنا قوانين من أفضل القوانين، ويمكن تشاركني الأستاذة. نعم. بس غير مفعلة على أرض الواقع، غير مفعلة، غير مفعلة، غير مفعلة. واحنا نقعد مع مستشارين ونقعد مع قانونيين وكلهم يتكلمون عن هذه القضية. يعني هل يعقل ان احنا نائب يأتي في بداية دور الانعقاد ويحلف اليمين أمام الشعب الكويتي كله وأمام المسؤولين وأمام نفسه وأمام الله قبل كل شيء، أقسم بالله العظيم أنا أحترم الوطن والأمير والدستور والقانون، ويخفق في تطبيق القانون ويتهرب من تطبيق قانون ويتهرب من مقابلة الوزير. ما أقسم الوزير، الكل أنا معه، يعني الوزير عضو في مجلس الأمة قبل لا يكون عضو في الحكومة. الوزير يقسم قسمين، قسم الوزارة أمام الأمير وقسم العضوية أمام الشعب. وليش ما يبرر بقسمه هذا الوزير؟ ما أقول لك أنا، إحنا هذا تساؤل مفتوح للجميع. ما في نية صادقة للإصلاح، ما في نية صادقة للإصلاح. الناس تغيرت يا أخوي، الناس الحين كل همها الفلوس، إيش كثر بتكسب، أوصل الكرسي عشان أنا أستفيد وأفيد بس المجموعة اللي أنا أبيها. بس للأسف هذا اللي قاعد يصير، هذا اللي قاعد يصير للأسف. إذا كان وزير جاء بمحاصصة،
كيف بيطبق القانون؟ وبعدين هو جاء عن طريق المحاصصة. وبعدين عفوا أخوي طارق، المشكلة أن الخلاف مو فقط الخلاف حكومي نيابي، الخلاف حكومي حكومي والخلاف نيابي نيابي. شوف الخلاف أيضا بينهم، تلقى وزير يصرح شيء بعد كم يوم وزير ينسف تصريحاته، كلام هذا الوزير. يعني الوزارة الحكومة نفسها عفوا مو قوية، ما في هناك أيضا تناغم وانسجام بين نفس أعضاء الوزارة، ما في هناك تناغم وانسجام بين نفس نواب مجلس الأمة، يعني لا يوجد هناك تناغم وانسجام بين السلطتين يعني التشريعية والتنفيذية. طموحنا ككويتيين نبي حكومة جادة وقوية ويكون هدفها الإصلاح الإصلاح الإصلاح. أنا أتمنى أن يكون شعار كل وزير، وأنا أتمنى أن يكون شعار كل نائب الإصلاح ثم الإصلاح ثم الإصلاح. في الحكومة في عام 1992 كانت نيابية 6 نواب وجادت وعملت الدور المطلوب منها الحكومة. تبي عودة النواب يكون في بس الحكومة القادمة؟ أيضا أخفقت الحكومة، حكومة 92 ب6 وزراء وهم نفسهم الوزراء النواب قالوا عن هذه الحكومة أنها أخفقت. والسبب أن الوزراء اللي أتوا في 92 في ذاك الوقت أيضا عملوا محاصصات في الإدارات وفي مناصب الوكلاء المساعدين ومناصب وكلاء الوزارة، وشالوا فلان وعلقوا فلان وحالوا فلان إلى التقاعد. يعني شوف أنا بذكر وزرائنا وبذكر نوابنا في الجولة الأميرية لما كان سمو الأمير رئيس الوزراء، لما دار في كل المحافظات وجلس مع الهموم والمشاكل ومشاكل الناس والشعب، على رئيس الوزراء القادم أن يطبق هذه السياسة، يزور المحافظات ويلتقي مع الناس ويلتقي مع المحافظين، يكون قريب من نبض الشارع من هموم الشارع. بعد الزيارة شنو نطلب؟ تفعيل كل الأدوار والقانون قبل كل شيء. وليش ما يسأل نفس الوزير أنه بعد 6 أشهر راح يوجه لك هذا السؤال من سمو رئيس مجلس الوزراء، ماذا عملت في محافظة كذا؟ نتمنى هذا الكلام. ما تكون شكلية مثلا؟ لا، مفترض هني أدوار المحاسبة، أن رئيس الوزراء يحاسب وزراءه على كل صغيرة وكبيرة داخل وزارته، ويحاسب المحافظ على كل صغيرة وكبيرة في محافظته. يعني يا أخي أطلقوا للمحافظين حرية العمل. يعني هم الآن المحافظين درجتهم درجة وزراء، لكن وزراء دون تفعيل أدوارهم لماذا لا شكلي تقييد صلاحيتهم؟ تقييد صلاحيتهم يعني مقيدة والله العظيم. لو أعطي المحافظ أدوار أكبر من، يعني المحافظ ممكن يشكل مجالس بلدية في محافظته، ممكن يشكل مجالس. ليش ما يسمع هموم مختار المنطقة المحافظ؟ المختارين معطلة أدوارهم يا أستاذ، إحنا ما عندنا مختار. المختار للأسف مو هذا دور المختار اللي إحنا نعرفه عالميا واللي نعرفه. يا أخي خلي يروحون يشوفون تطبيق دور المختار في الدول المجاورة، الدول العربية المجاورة، في لبنان. مهمش المختار؟ إيه مهمش. نعم، بسبب دور المختار ما له دور. إنه ما يعطينا صلاحيات، مختار يمنح مكافأة. شو السبب؟ لو نرجع شوي مفهوم لاحظ في ال6 سنوات أو ال10 سنوات الأخيرة كوبي اسم المختار مع اسم عضو مجلس أمة. بيض الله. يعني أنت وصلت إلى وجهة نظرنا، يعني نواب يابا وأقربائهم مخاطير. ليش الحكومة؟ شنو الفائدة؟ نرجع نفس المربع الأول، ليش الحكومة تسمع؟ ليش الحكومة ما تختار الرجل القوي الأمين؟ تشوف من الحكومة ضعيفة، الحكومة ردودة. تعرف المختار في دول مجاورة ينتخب انتخابات بلديات، انتخابات بلديات المحافظات انتخابات، المختارية انتخابات، مو أي واحد ينحط مختار بالمحاصصة والله هذا قريب النائب الفلاني، ولا هذا قريب الوزير الفلاني، ولا هذا كان رجل أمن وإحنا يعني حلنا للتقاعد وظلمناه مثلا. يكافئ نهاية خدمة. معنا اتصال من المحامي الدكتور خالد الياقوت، حياك الله. والنعم والله. الله يحييكم وحياكم الله. حياك الله، الساعة المباركة. الله يسلمك ويبارك فيك. سمعت نقاشنا أنا وضيوفي الأستاذ طارق إدريس والمحامية نجلاء النقي.
نعم استاذ الفاضل نعم حياهم الله جميعا، مسا عليهم بالخير جميعا. حياك الله استاذ. الله يحييك. بالنسبة للنظرة المستقبلية للحكومة، شو تشوفها بوجهة نظرك دكتور خالد؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، يعني نتمنى مثل ما كنا نتمنى في يعني قبل حل البرلمان.